الموقف الأمني بشهادة كل المختصين في العراق ولدى الأصدقاء. داعش لا تمثل تهديد للدولة العراقية. حاليا هناك مجاميع منفردة، أشخاص يهربون ويختبئون في الكهوف، في الجبال، في الصحراء، تطاردهم الأجهزة الأمنية وتختص منهم. الجاهزية القواتنا الأمنية اليوم وقدرتها الواضحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها هي عامل استقرار وأمان وضمان للوضع في العراق. من أجل ذلك ومن خلال هذه المعطيات بدأنا بتنفيذ التزام قدمته الحكومة أمام مجلس النواب عند التصويت على الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري. مفاد هذا الالتزام أن نجري حوار مع التحالف الدولي لترتيب انتهاء هذه المهمة، وهذا ما كان محور زيارة وفد عراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن في آب 2023، والاتفاق الذي حصل بتشكيل لجنة ثنائية للبدء بالحوار وترتيب انسحاب المستشارين الدولي. لكن أحداث 7 أكتوبر أوقفت الاجتماعات التي كان افترض أن تبدأ اليوم، وبعد التداعيات والاعتداءات التي تحصل على المقرات الأمنية العراقية نحن أمام استحقاق، وهو المباشرة فورا للبدء بهذا الحوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لانتهاء مهمة المستشارين الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية في كل المجالات حالنا حال أي دولة في المنطقة والعالم. اليوم كل دول المنطقة ترتبط بدول التحالف الدولي بعلاقات أمنية وجهود مشتركة وعمل وتعاون على صعيد مكافحة الإرهاب. فمن الطبيعي لدولة ذات سيادة مثل العراق أن ينتقل إلى هذه المرحلة. هذا الأمر يجب أن يفهمه الأصدقاء، هذا مطلب شعبي وطني رسمي واضح المعالم. نحن جادون في هذا الأمر وفق صيغة التفاهم والحوار، ونأمل في القريب أن تباشر اللجنة هذه الاجتماعات.